الخبر إذن هو تمكن فريق بحث مغربي فرنسي إيطالي من تأريخ بقايا الأطوار القديمة للثقافة الآشورية التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة بموقع طوما واحد بالدار البيضاء. ويضع هذا التأريخ إطارا زمنيا لهذا الموقع يقدر بمليون وثلاثمائة ألف سنة، ليصبح موقع طوما أقدم موقع آشوري بشمال إفريقيا. للاستفادة في الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ عبد الرحيم محب، المدير المغربي للبعثة العلمية المشرفة على برنامج البحث فيما قبل التاريخ بمدينة الدار البيضاء. أستاذ عبد الرحيم، مرحبا بك. مرحبا أستاذ شكري، شكرا على الاستضافة. من حيث المقاربة الإجرائية أولا أستاذ عبد الرحيم، نعرف بأن الثقافة الآشورية أو ما يعرف بالحضارة الآشورية هي مرحلة صناعية في عصر ما قبل التاريخ. فعلا هي مرحلة صناعية، مرحلة ثقافية مادية إن شئت، تميز الفترة التي يصطلح عليها في عهود ما قبل التاريخ بالعصر الحجري القديم الأدنى. هذا العصر كما كنعرفوه كيتميز بجوج ديال الثقافات، الثقافه الاولدوانيه اللي اقدم بقايا ديالها كاين في افريقيا الشرقيه وكاين تحت الجزائر، والثقافه الثانيه اللي كتميز هذه الفتره هي الثقافه الاشوريه او الاشوري، هو اللي موضوع يعني اللقاء ديالنا اليوم اللي فيه التاريخ الجديد اللي حصلنا عليه في اطار الليل. نعم، وهذا التاريخ تم تاسيسا على الادوات التي تم اكتشافها بالموقع، موقع طوما واحد، بالاضافه يعني اضافه الى عده ادوات اخرى استعملت من اجل هذا التاريخ. كانت هناك الاكتشافات أدت فعلا إلى أدوات حجرية التي تميز الأشولي يعني بموقع طوما واحد، اللي هما فؤوس يدوية منحوسة من جهتين أو ثلاث أوجه، بالإضافة إلى عدة أخرى تميز الثقافة المادية الأشولية. ولكن التاريخ ما تبناش سي شكري فقط على الدراسة الأركيولوجية للأدوات، تبنى أيضا على دراسة جيولوجية عميقة لجميع يعني الطبقات الجيولوجية والأركيولوجية التي تميز هذا الموقع، الموقع لام بموقع طوما واحد، وتبنى أيضا على الدراسات الجديدة اللي قمنا بها مؤخرا من خلال عينات أخذت سنة 2019 كتعتمد على دراسة المغناطيسية الخاصة بالموقع وربطها بالمغناطيسية ديال الأرض، وأيضا دراسة جيوكيميائية اللي كتعطينا فكرة حول التطور الكيميائي للمستويات ديالنا، وأيضا دراسة بعض ما يسمى دراسة البالينولوجيا اللي هي دراسة النباتات القديمة. كلها في شكر هذه الدراسات أعطت معطيات واستطعنا نوصل لهذا التاريخ أو لهذا التأطير الزمني اللي هو مليون وثلاثمائة ألف سنة. ما هي الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها بهذا الموقع أستاذ عبد الرحيم؟ احنا الآن في الطور القديم ديال الثقافة الأشورية، الثقافة الأشورية كنوجدوا فيها ما يسمى بالمحافر ذات الوجهين أو الفؤوس اليدوية ذات الوجهين، الفؤوس اليدوية ذات ثلاث أوجه، مطارق حجرية يعني حصى، عبارة عن حصى تضم بقايا أو أثر طرق يعني أثر استعمال، نواة، شظايا مشدبة من أجل الصناعة الأخرى. بصفة عامة هذه هي يعني الأدوات الحجرية اللي كنوجدوا في الثقافة الأشورية، وبالضبط يعني معروفة هالثقافة سواء أفريقيا الشرقية أو أفريقيا الجنوبية أو أفريقيا الشمالية أو في دول أوروبا وآسيا بالفؤوس اليدوية المنحوسة من جهتين والتي تتوفر على يعني جوانب حادة ورؤوس حادة أو رؤوس مستوية حادة. بالإضافة كان ما كيميز هذا الموقع من ناحية الأدوات الحجرية هو أنه كان واحد الاكتشاف تقنية غير مسبوقة في هذه الثقافة الأشورية، وهو اكتشاف عالمي مهم أيضا، هو تقنية صنع شظايا جد صغيرة تشبه الشفيرات التي ظهرت في عهود ما قبل التاريخ فيما بعد في العصر الحجري القديم الأعلى، والتي صنعت بتقنية جد متميزة سميناها بتقنية الطرق ثنائية القطب فوق السندان. يعني هذه لبغينا نقولوا بعجالة شنو هي الأدوات الحجرية اللي كتميز هذا الفترة الأشولية في العصر الحجري القديم الأدنى. نعم، وهو هذا الموقع، موقع طوما واحد، موقع أثري معروف لديكم أنتم علماء الآثار حيث بدأت الحفريات به منذ أواسط الثمانينيات. فعلا سي شكري، معلومة مضبوطة. يعني لازم نعرفوا أن هذا البحث سواء في موقع طوما واحد أو في مواقع أخرى يمكن نذكره اللي هي معروفة على صعيد المغرب وشمال إفريقيا وإفريقيا عموما كتميز العصر الحجري القديم المغربي، موقع سيد عبد الرحمن، موقع مغارة وحيد القرن بولاد حميدة، موقع الغلام، كتنجز إطار واحد البرنامج ديال البحث مغربي فرنسي. وهذا البرنامج هو من أقدم برامج البحث سي شكري يعني في فترة ما قبل التاريخ، راه بدا يمكن نقول لك منذ سنة 1978. وكنهضروا على موقع طوما، موقع طوما
حدد في إطار الاكتشافات في سنة 1985 هذا المستوى L لأنه كانت مستويات أخرى معروفة، والحفريات بصفة منتظمة بدأت فيه منذ سنة 1988. وملي كنقولوا موقع هو عبارة عن مقلع لاستغلال الأحجار، يعني هذه المواقع المهمة في التاريخ القديم بالنسبة للمغرب هي كلها كتوجه داخل مقالع أو محاجر. هذا طوما واحد من المقالع في استغلال الأحجار، وقبل ما نبداو حنا مثلا في سنة 1969 في إطار الحفر بان واحد النصف السفلي لإنسان ما يعرف في ذلك الوقت أو ما تطلح عليه في الوقت أومو روديزيانسيس أو أومو أوريكتوس متطوع، يعني هدو بعجالة حول الموقع ديال الضمى واحد. وتم اكتشاف أيضا جزء خلفي لفك سفلي لطفل. فعلا يعني هذا دابا في شكري باش يعني المستمع الكريم نعطيه فكرة يعني واضحة جدا. ما كنقولوا موقع طوما واحد هو فيه جوج المواقع، فيه موقع L يعني هذا اللي احنا كننشروا عليه التاريخ المهم واللي كيرجع الأشولي القديم، الثقافة الأشولية القديمة، ولكن بالجانب دياله كاين موقع آخر استراتيجي في التاريخ ديال مقب التاريخ بشمال إفريقيا هو ما يسمى بمغارة البقايا البشرية. يعني هذا الموقع هذا الثاني المعطيات اللي احنا كنتوفر عليها حاليا واللي احنا ان شاء الله كنمحصوا فيها وكنديروا دراسه اخرى باش نقدروا نتوقع كتروح بين 600 الى 700 الف سنه. هذا الموقع بالاضافه للادوات الحجريه وبالاضافه للبقايا المتحجره الحيوانيه اللي جد متنوعه بين الحيوانات اللاحمه والعاشبه والحيوانات الدقيقه يعني القوارض الى اخره، وجدنا فيه البقايا البشريه، البقايا البشرية بالإضافة لهذا اللي قلتي يعني جزء من فك سفلي ديال الطفل اللي هي سابقة يعني بالنسبة لهذه الفترات 2009، وجدنا فك مكتمل سفلي أيضا سنة 2008. وبالإضافة لهذا الفك عند الدراسة ديالو في المختبر كانت معه سبعة فقاريات خاصة بالعنق، وجدنا أيضا فيه عدة أضراس وأسنان وأيضا جزء من عظم الفخذ. وهذه البقايا البشرية هي لحد الآن مي كنتكلموا على إنسان العاقل اللي هو الأقدم، البقايا ديالو توجدت في جبل إيهود ومؤرخة 315 ألف سنة. البقايا اللي كاينة قبل في المغرب لا بغينا نعرفوا خصنا نجيو لهاد مغارة البقايا البشرية في موقع طوما واحد بالدار البيضاء، وبالتالي هي أقدم الأحفورات البشرية بالمغرب ويمكن شمال إفريقيا. إذن تمكنتم كفريق بحث علمي مغربي فرنسي إيطالي من تأريخ هذه البقايا، بقايا الأطوار القديمة للثقافة الآشورية بموقع طوما واحد بالدار البيضاء. إطار زمني لهذه البقايا يقدر بمليون وثلاثمائة ألف سنة. موقع طوما يبقى موقعا بالغ الأهمية إذن أثريا أركيولوجيا بالنسبة لتاريخ وتطور الإنسان القديم بشمال إفريقيا. يمكن لنا أن نتحدث بهذه الصيغة اختصارا أستاذ عبد الرحيم. فعلا أستاذ بكري أنتم لخصتم فعلا الفكرة. من قبل كنا نتوفر على عدة مواقع إفريقيا الشمالية، ما كنقول إفريقيا الشمالية خصوصا بالمغرب والجزائر اللي كانت فيها مواقع كترجع لها الثقافة الأشولية أو للثقافة اللي من قبل. الإشكال اللي كان عندنا إلى حدود الآن هو أنه هذه المواقع أغلبها يتوفر على إطار كرونولوجي غير مدقق، يعني تاريخ ديالها غير مؤكد. الآن بفضل هذه الدراسة العميقة واللي كتشمل عدة دراسات اللي كانت في موقع ألبي طوما واحد صبرنا كنتوفر على هذا الإطار اللي هو إطار مدقق علميا. مين كنتكلموا على الطور القديم من الأشولي كنا نقوله في إفريقيا الشمالية هو مليون وثلاثمائة ألف سنة، وهو لحدود الآن أقدم أشولي في شمال إفريقيا. لازم نشير هنا أن البقايا أقدم البقايا ديال الثقافة الأشولية راه توجد في إفريقيا الشرقية وكترجع لمليون وثلاثمائة ألف سنة. وأيضا بشمال فرنسا لا سي عبد الرحيم؟ فعلا يعني مي كنقولوا مثلا الثقافة الأشولية هو الاسم الأشولي الأصل ديالو من موقع سانت أشول اللي هو الموقع يعني اللي عطى الاسم ديال هذه الثقافة فرنسا. وفعلا فرنسا وخصوصا يعني كاين عدة مواقع مهمة غير هنا فقط في إفريقيا كنتوفر على المواقع القديمة في التاريخ ديالها. مثلا نقدروا نقولوا أن مثلا في أوروبا فوق مليون سنة ما عندناش معطيات شنو اللي كان، وما عندناش مثلا معطيات حول الثقافة اللي كتسبق الأشولي يعني الأولدوانيا. مي كنبغيو نعرفوا هذا العصر الحجري القديم الأدنى الثقافة الأولدوانيا والأطوار القديمة ديال الأشولي لازم نجيو لإفريقيا. من قبل كانوا أغلبية العلماء أغلبية الباحثين كيركزوا على منطقة إفريقيا الشرقية وإفريقيا الجنوبية نظرا للظروف بحث الظروف يعني البيئة اللي خاصة بالبراكين إلى آخره، ولكن الآن الحمد لله بفضل هذا الاكتشاف وبفضل الاكتشافات السابقة أصبحت يعني إفريقيا الشمالية وصبح المغرب واحد المنطقة لا محيدة عنها من أجل يعني تطرق لهذه الأسئلة الخاصة بالأصول بالتطور بالهجرات البشرية الموجات البشرية القديمة
وصبحنا الان كنفتخروا نقولوا ان اقدم استيطان بالمغرب كيرجع لمليون 300 الف سنه واللي هو كيتواجد في قلب الدار البيضاء. نشير فقط لان الموقع الجغرافي ديال موقع طوما هو في جنوب الغرب الدار البيضاء، ما كيبعدش تقريبا واحد 800 متر ما كملش على المول، سوق المول بالدار البيضاء وبالمنطقه السياحيه ديال عين زياد. اذا هو واحد الموقف، واحد الموقع استراتيجي يفرحنا ان نقولوا للمواطن المغربي انك غتمشي للمنطقه السياحيه في الدار البيضاء، وبالقرب راك غادي تسافر واحد مليون و300 الف سنه باش تتعرف على الاستيطان والاجداد ديال تلك الفتره. بالنسبه لنا الان لن نسافر مليون و300 الف سنه، لكننا نكتفي بشكرك الاستاذ عبد الرحيم محب المدير المغربي للبعثة العلمية التي تشرف على برنامج البحث فيما قبل التاريخ بمدينة الدار البيضاء. شكرا لكم، شكرا لكم استاذ، شكرا على الاستضافة، وشكرا لكم على المساهمة ايضا في التعريف في هذا الموضوع.